محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عوى وهبين سبتيا بشا ربيع الآخر نوى لح يتبن سنتك وكن أفر بقولي صدني اللح الهجري وحن إن شاء الله تعالى تعليقين دونا ونقرين دونا كتابك اللغة مقعاب والكلم الطيب كتابك وحوكها اللي حسك الله سبحانه وتعالى اذكار بوكها اللي كتابك وحا اللي في ابن تيمي ايا اللي في رحمة الله تعالى عليه وحسوقا بيي ووحي صحيحة هانا سوكو بي الإمام محمد الناس الدين الألباني كتابك وحلق مقعابة الكلمة الطيب كلمة بي وناك سنيد وشيخ وكسوقات ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قوله جل وعلا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه شيخ وحيرة دان في رذي نساء وحكى الشيخ ابن تيمية وإمام الأئمة ومفتي الأمة أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله الحراني نزيل دمشق مولده شيخ وحود الشيمالين سنين 12 ربيع الأول سنة مركوها لحب قل يلحذا هجري أيود الشي رحمة الله تعالى عليه أرضي بسوحة كمدها الحافظ المزي أبو الحجاج المزي بكمدها رقى كتر جمعينا وصيري سوح كشيغينا وكمدها وشيخ اسكالي تهذيب الكمال للمزي وحولي رئيسه صيري شيخ كشيغينا ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه ولقي مانا نغكين يري شيخا وكالي إساقنا موسى أرق وحلم بدا وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أتبع لهما منه سيدوك لنا ولي إيمان أركين بويري شيخ مركا كتابك الله سبحانه وتعالى يسنة دي سكقرنا يا سيدوك لنا كالراعي أق وكتابك يسنة آد بو الراعي جري رحمة الله تعالى عليه سيدوك الإمام الذهبي وأرضي قيسها وحويري يسوكو كشاكينا يا أحمد بن عبد الحليم بن تيمية فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه تفسير كهدير لغا شيكيو وحو يروى على انتبيه تفسيرك وتفسيرك وحو يرى آدبو شيخ أقرنيي مالك لنا وحو كيري كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث حديث سنقرنين ابن تيمية حديث ماءها أيو يري ذهبي رحمة الله تعالى عليه شيخ وحو قيريو ذيذ القعدة لباتن كذي سنة مركوها تضاب وقل لباتن يسديد هجري بوغيريودي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على أشرف خلقك محمد ولله الحمد وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شيخ وحقب الله بسنك أو شيء لبركة وحكى الصلاة وبالله بسن كان الله سبحانه وتعالى وبركة كدمنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم إنه كصلي يكح جسية اللهم صلي ربي كصلي ومرك درجة سكر أقاد على أشرف خلقك مخلوقاتك كان وشرفت بضن محمد النبي محمد ولله الحمد اللهم هد اسكالي وكفى استقانا ضدك كفلا وسلام نبت قلينا على عباده الذين اصطفى دومضي ودورتينا سلام دشو ذها هاتو ينبت قليو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحنقر يا إله إنه سنجر حق لقوع عبده ألم ويه وأن محمدا عبده ورسوله نبي محمد إنه يهي أدون كيسة يا رسول كيسة وفكسوا هذا بالله بيا أما كتاب قرية أما خذ بصو جيدين أيا وحلصنا أيا أولا إنه إلهكم هديو رسول كان قصا لي صلى الله عليه وآله وسلم
وكتاب كان وكتاب أذكار أويان قفك مسلم كوحو وصمينا يمالين تي هبين كي يضنبو كساب سنية هاي إلهي وحن كرجينينا كتاب كان إنو نوفو ضيو إلهينا وحن كرجينينا قفك صور دقيستي أما مقلي أما أخري أخريي إنو الله سبحانه وتعالى أجر خسيو شاق وحو يري قال الله تعالى ألا وحو يري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا كو إيمانك لغه ليو اتقوا الله لك عبسد وقولوا وحدكو هذا شان قولا سديدا هذا وناكسن كو هذا قولا عدلا هذا الحق كو هذا سيدا هذا سميسان يصلح لكم أعمالكم الله سبحانه وتعالى عمل كينو إذين هجاجين ويغفر لكم ذنوبكم ذنبينا نودافي قفك هذا الوناكسن مركو كو هذا او إلهي وكعب صدو عمل كنوها جاجنا يا ذنبي جيسنا ودافي وقال تعالى ألا وحو يري صغو كشاكين يا فضلق أوليه ذكرك إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه حق ساء الله يسعد وفوليا الكلم الطيب وهذا الكي ونافسنا وهذا الكصو ونافسنا ولغو هذلي ذكري هذا الله والله حسي تلاوة القرآن ها هاتو دعدي ها هاتو الله سبحانه وتعالى حقي سالو قاضي ملائكتي بقينيسا والعمل صالح عمل كي وناكسنانا يرفعه الله سبحانه وتعالى هو أقبليا وقال تعالى الله وحو يري سوى شيقيا قرآنك كشيقيا ذكرك الله اللي حسو فلق أوليه فاذكروني إحسا وبطاعة طاعة وحسا أذكركم إذن كانوا وانيدين دم بدافي وانيدين حصيا واشكروا لي إيغانا شكريا وقال تعالى ألا وحو يري اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا كو إيمان كاللغيه ليو اذكروا الله ألا حصى ذكرا كثيرا حصد بدا حصى الله جل وعلا وقال تعالى ألا وحو يري سقوة الماما يا فضلق أوليها ذكرك الله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله قوى اللحصية أو من الرجال كثيرا انبضا والذاكرات أو من النساء اللحصية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اللوح دياري عندما بداف يأجر وين وقال تعالى اللوح يري الذين يذكرون الله قوى اللحصية قياما إيغو تاغا وقعودا أوفديا وعلى جنوبهم إيغو جيف قوى اللحصية في كل الأحوال بي الله سبحانه وتعالى كحصيان كوى الله جل وعلا وكوى ذنب قوضة وضع في ويان درجة بدن سيي وقال تعالى ألا وحو يري إذا لقيتم فئة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم هدال لكولنتان فئة كو حدال لكولنتان فاثبتوا سقناذها عررنا واذكروا الله كثيرا ألانا حصى إنبضا في الحرب دقالك بحديثة وقال تعالى ألا وحو يري فإذا قضيتم مركز دميسان مناسككم أعماشين ووقتك حجك فاذكروا الله اللي حسى كذكركم سيدة أحسان أما أحس جرتين آباءكم آبيالكين محايا لي عربت واقي هوري وحجين جرين يغو إله شريقية لي كذب جمرة العقبة مركي يمادان بحسوفا نجرين آبيالكوت ننك سأبيه يوغي سوكشي كين جري الله جل وعلا وحويري مركا سيدة أغشي كيسان سيدا اللي أحصى فاذكروا الله كذكركم سيدا أشى شكتان آباءكم أو أشد ذكرا أما ذكري كسيدرا وكسيادك اللي أحصى وقال تعالى اللي أحو يرسق مؤمنين تلاح الليا لا إلا تلهكم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم ينا مركا إذين مشغولين أموالكم مال الياكين ولا أولادكم يا أولادين عن ذكر الله ذكرك الله مالك إن يوصل إذن كم مشغولين عن ذكر الله ذكر الله علماء وحي إليهن الصلوات الخمسة لغوضا مرك أولاد دينا إيا مالك إن يينن إذن كم مشغولين شنت صلاة ذو لتكذو سيداس علماء قرقود كفصيرين وقال تعالى اللوح يري رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة في سورة النور الله حكسه شكي في بيوت أذن الله أن ترفع مساجد الله بسيو الله سبحانه وتعالى دكي سلو بسيو كدي من الله وحو يري مساجد دحضو وحا كسوغا رجال رج
لا تلهيهم تجارة أين المشغولين إن بيع يقنعتي يتجارة إلا أن وحبضا ضدك مساجد كمشغولية صلاةها وحبضا وحويا تجارة ذويا رجال علماء وحي إليه وحلو يرفق وحلو شيقي إلا أن هوينك إيقا جماعة لغمله سيدا درت يدبو الله ويري رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة صلاة أوغية وإيتاء الزكاة مركا زكدي بحيي كوا مساجد عامرة أيولي الله سبحانه وتعالى رق أين المركا مشغولين أين تجارة يبيع عن ذكر الله أين كمشغولين أين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال تعالى الله سبحانه وتعالى وحويري واذكر ربك ربي قاقا حس نبي محمد في نفسك نفت هذا تضرعا أذيقو أخو ضوع يومرك وخيفة عفتنيا رغبة ورهبة إلهي أحس أذيقو عذاتي كعفتنيا رجينا ينا مركا رحمدي الله حس ودون الجهر كر قالت سكدي سنة اللحس من القول هذا الكحقي سا إلا ذكرك لمر بكر إن لو قاضو مركا اللحس بالغدو أرورتي إيو والآصال قلبتي اللحس ولا تكن هكم من نقوننا وها أهان من الغافلين كو الله سبحانه وتعالى الماما آيادها سعدان وحين تصيان فضلك أولي هي ذكر الله جل وعلا فضل الذكر الله سبحانه وتعالى حسكي سفضلك أولي هي أبو الدرداء وحويري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله أخرجه الترمذي رسول كنا صلى الله عليه وسلم صحابه وما أمان لجوغيه وحكير ألا أنبئكم أيدين شيئا بخير أعمالكم عميالك إن كان أقوانا أكسن عملك الله سمعيه وأزكاها أغطهر صنع أقوانا أكسن عند مليككم بقر كينا أكتي سواء الله بلا قوضا من اسماء الله جل وعلا مليك بكميدا وأرفعها سيدوك لأكر قادس بضا في درجاتكم درجاتك إننا كر أقاضي ما إذن شيقا عمل وخير لكم إذن كخير بضا من إنفاق الذهب ذهب إنا بحسان إيو الوريق سلفر إنا بحسان إيو فضة ونوع ذهب ككميدا شيء إذن كفي عن ما إذن شيقا أبو يرسول كينا صلى الله عليه وسلم وخير لكم إذن كفي عن سيدوك لأكر من أن تلقوا عدوكم عدو جينا إن الله كلنتانو فتضربوا أدقر عدان أعناقهم قور رياش وذا أدقر عدان والليسان ويضربوا إيانا إقر عن أعناقكم قور رياش إن إقر عن قالوا صحابة ذي وحي رهدين إلا خير كآد بوجع لاينة بلى يا رسول الله رسولك الله نوشيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحويري عملك وحويا ذكر الله الله سبحانه وتعالى حسكيسا وحاصو دم بو كفي عنيه ذهب بو كفي عنيه فض بو كفي عنيه إن عذوق الله دقالت وكفي عنيه وحيابها صو دم بو رسول كينا صلى الله عليه وسلم ذكر الله كتل مامي الله نوجع ليه أبو هريرة رسول كوحو كورين يا إنو يري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبق وحا هرمري المفردون كو الله مغعابا هرمري وددك يودنك هرمري المفرد وحا الله مغعابا وحويان قفك إذا تفقها واعتزل الناس وخلى بنفسه وحده قفك مركو وحفهمه أو ددك كفق هذا أو إلهي خالي لن نقضه حسك الله سبحانه وتعالى درتيس أو خالي ولن نقضه تاسع الله مغعابا قفك صلى به كرا المفرد رسولك أن وحو يري وحا الليباني مركا وددك ودنك هرمري المفردون صحابضوا ويفهم وايينه وحي رهدين قالوا وحي رهدين وما المفردون يا رسول الله رسولك الله مفردون واكما يا لقم قعابا المفردون قال وحو يري والذاكرون الله كثيرا كو الله سبحانه وتعالى إن بضن حسا والذاكرات يهوينك إن بضن الله سبحانه وتعالى حسا اي حسو سميلك سي جوغان غفلة مركا لغو جيرا ددك مركا للا جوغو مركانا للا جوغين كو الله إن بضن حسا
كوات المفردون اللي هم قعابا يودت قدن ويكهر مرين أخرجه مسلم. وذكر عبد الله بن بصر أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإيمان قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا. رواه الترمذي. عبد الله بن بصر روح إليه أن الرجل النبا قال وحي يا رسول الله رسولك لو إن شرائع الإيمان إيمانك شرعي ذيس يا عماشة قد كثرت علي ويقبضتي ومذا كد كان رباي وعماشي وضنبا يقبضتي فأخبرني بشيء شيء إيشيك أتشبث به أتعلق به أن كدقو وأن إنبضا مركا الله سبحانه وتعالى كعابده. قال رسولك وحويري لا يزال لسانك عربك غيوسا كزول رطبا إنو كقوين يهي من ذكر الله جل وعلا حسك الله سبحانه وتعالى مرة عملنا كدكتو دردارا كاسو رسولك صلى الله عليه وآله وسلم سيي. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال وحويري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يذكر ربه مثل الذي كي مثال كيسا يذكر ربه اللحسيي والذي لا يذكر ربه يكن ربيس أنا الحسين وحيسويهين مثل الحي مد تيئيو والمي مد مثل الحي مد نوليو والميت مد تيبيسويهين. قفت الله حسي وقف نول كان حسن وقف مركا بنتي. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحويري رسولك من قعد مقعد قفك ميل فريستا لم يذكر الله تعالى فيه أو ما شاء الله فريسة اللي أنا كحس كانت عليه من الله تعالى كانت عليه دشي سوحي أهان من الله اللي حقيسة تعالى تيرت هوق يوحي أهانيسا شلي بيدوشي سو أهانيسا قفكم ميل هدو فريستو إلهي وسن كحسين إلا ما لبضن بالله فريستا والله شاكي مر الدنيا لغا شاكين مر وحي أبك لي وحا لغا شاكين يلهو يلغوي وحا لربا ما شاء الله فديو إن الله سبحانه وتعالى لغو حسو هدي قفك أوسن سمين رسول كينا صلى الله عليه وسلم وحو يري كانت عليه من الله تيرة وحي أهانيسا يجري هلاك بي أهان يهوق ينقص يتبع يحفر وكش اللينا يا يوم القيامة. وما للضجع قفك سيحذا مضجعا ميلا سيحذا وقرقيسي هو سيحذا مسرير تيسي لا يذكر الله تعالى اللي أنا حسن فيه ما شاء وصيحانا يو كانت عليه من الله ترى الله حقيسا مركو هرتق يوم القيامة وش الله يا أو حورنا يا ورماشي مركان جي فنجري اللهم حان حسي واي ماليه أن فريسن وفريسن جري اللهم حان حسوسا واي وحسي واي مركا واسدا وحل دون يا حديث كلو حيت الماميان قفك هدو ميل فديو أو لغوي يا له اللغه هايو الله أن لغو حسن وينو إمام دون تقفك ماشا وحوكك عيا يسوقو كك عي دمير بختي يسوقلي بيلمتا مركا وحل الربا ميلها لفريسة الله سبحانه وتعالى إن لغو حسو ولن يتركم أعمالكم وكن لها الله سبحانه وتعالى عمل كين بربورين مايو. فضل التحميد والتهليل والتسبيح. فضل التحميد الحمد لله فضل قاذا إيو والتهليل لا إله إلا الله فضل قاذا إيو والتسبيح سبحان الله فضل قاذا هاي باهل كان لو شيء قدونا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة قفك يراهذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة بقول جير قفك لها دعاء أخريا كانت له قفك وحا وهاني عدل 10 رقاب تضنقف أو لحري أجر كوضو كلا لسينيا وكتبت له 100 حسنة سيدو كلوح اللو قريا بقول حسنو ومحيت عنه 100 سيئة وحان الله قتر تريا بقول ذنبيبا الله قتر تريا حمانتو
وكانت له ذكر قامانين تاوحوا أهانيا حرزا حرس حربه أهانيا من الشيطان شيطانك أهان حرس حر يومه ذلك مالين تاسوطا حتى يمسي إلا وخقل بيسته وإن أترهضه 100 مرة بقول جير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فضل قاسد هليسا ولم يأتي ما إيمان أيو مالين أحد روح بأفضل مما جاء به قف كفل بضن إلا رجل روح مويه عمل أكثر منه وحك بضن قف لي مد مويه مثلا قفكي لو بقول يرهد وكفل لبدنيا قفك بقول دها قفكي سدح بقول مالين أخريا وكفل لبدنيا لو بقول سيسع فضل قاسو مركا ذكر قال لي يحي حديث كان وحكسو بنيا في الصحيحين طيب وقال وحي لرسولك صلى الله عليه وآله وسلم من قال سبحان الله قفك يرهد سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة مالين قفك يرهد سبحان الله وبحمده بقول جير حطت عنه خطاياه ذنبي سوى لغت الترا وإن كانت ذنوبتي سهبا أهاتئه مثل زبد البحر بدا هركي ده هلا إكاظه هذا بدا وين إهريس ذنبي قاقه دول لإيجي هاي هذا الله سبحانه وتعالى وكاتر تريا والله على كل شيء قدير 100 مرة حديث كان وصحيح ويان أبو هريرة وحويري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان لبا كلمو وحاجرة خفيفتان أفضد على اللسان عربك ثقيلتان كعلس في الميزان ميزانك كعلسو حبيبتان إلى الرحمن الله سبحانه وتعالى وجعليها لبذا كلمة وحويان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقال لبا كلمة ومركة آدي أدوين عرفت ووفدو دي هاي ومان انتي وحضورا كرتا انبضا ميزان كان يوم القيامة وعسلين إيساء الله سبحانه وتعالى وجعلي هاي وحل دون يا مركة قفك مسلم كينو كفاية ديستو كلماتك ومان انتي وحن وكير هذو أبو هريرة صدوك لي حديث كان سقا ورين ياي وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس لأن أقول إن نرهض سبحان الله ألا نزها والحمد لله إله إبا مهد سكلي ولا إله إلا الله اللهم وي اللحق لقعاب ذو مجره والله أكبر الله وين إن نرهض بها مركا أن جعلها يوحان كجعلها إن لا إسيه أحب إلي مما طلعت عليه الشمس قرح ذا وحي أصبح ذي الدنيا إلا قرح ذا وحي لا تصومها الدنيا ذا ودن بيقود على تا ذاتك يدن باسوك عيا وحا بيزنس يالا الدنيا ذا يا الدنيا ذا وحا لغوها يستمال انتا وحا نكجع لهاي بوير إنا نراه ذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أخرجه مسلم سمورة ابن جندب سيدوك له وحو كورنا يا رسولك إنو يري صلى الله عليه وآله وسلم أحب الكلام إلى الله 40 أحب الكلام هذا الكن لو جعليه إلى الله ألا حقيسة 40 أفرويان لا يضرك بأيهن بدأت كدب ميسنا مركا لا يضرك كدب ميسو بأيهن مدوذي مركا بدأت أتكب اللوض أفرت كلمة سبحان الله ويان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه مسلم أما هذا ربط الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله سبحان الله به أما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونبم لها مدى ربط تكب الله بكرتا اللهنا سبحانه وتعالى وكلامك ووجع ليه ومركا لغوها اللويا سعد من أبي وقاص وحكورنا يا رسولكنا صلى الله عليه وآله وسلم سعد وحوير رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول كان لجبني فقال مركز وحويري أيعجز أحدكم قفكين مكع عجز يا يومي لبيسا أن يكسب كل يوم 1000 حسنة ما لنكسا كن حسني وهلو ما لبي كتها يوم لبيسا فسأله سائل من جلسائه مدبا ويدي رسول كان لفدي مركز صلى الله عليه وآله وسلم وحويري كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة قفكين سدوك هلا يا مركز كن حسنة سيدوك هلك على رسولك الله
قال وحوير صلى الله عليه وآله وسلم يسبح 100 تسبيحة وحو سبحان الله أرانا يا بقول جير إلهي بان الزهن فتكتب له وحلو قري 1000 حسنة كن حسنة لو قري أو أما رسولك وحوير تحط عنه وحال لغترتري 1000 خطيئة كن ذنبي بلغترتري كن قفو سمعي بلغترتري أما كن حسنة لو قري محايا لي الحسنة بعشر أمثالها من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها قفك حسنة لي بادا إلهي وحوصينا يا طبن كيدو صينا يا بقول مركا طبن هدي لو رفتوا كن سماها أخرجه مسلم قفك مركا كن كسيدة سكوه لي عن جويرية أمنا جويرية وحل قورنا يا أم المؤمنين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولك خرج كصبح قرق إذا من عندها أكتئدا بكرة صبح حين صلى الصبح رسولك صلى الله عليه وآله وسلم مركوت كذي صبح ذي مركوت كذي وصبحي وهي في مسجدها يدو جوكتا ماشي كت كتبي فددي أمنا جويرية رضي الله عنها ثم رجع رسولك وصون نقضي بعد أن أضحى مركو صبحي سي وقتي ضحض وصون نقضي وهي جالسة يدو فددا وإلهي حسيسا إلا أن الله سبحانه وتعالى نوحو أمري أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إله إلي مكة إن بضن حسان واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن إلهي إن بضن مكة وشكرياني حسوستان وحسنا لغو أخرين يوحى آيات كسو دقي يقريه هذا مكة وحي أهد رضي الله عنها هو يوحي أهد مكة حس بضن مجد كي سكفر إذا إلا يبرقدي فقال رسول كان صلى الله عليه وسلم حكويري ما زلت على الحال الذي فارقتك عليها أو كما ظن نقاط المية سيدان كاغتك ما ماشي بات فددي قالت وحيتي رضي الله عنها نعم ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسولك وحكيري لقد قلت وحان يري وان كهض لي بعدك قراشا مركان كاتك كذب 4 كلمات 4 كلمات 3 مرات 6 جار لو وزنت هدي للم يزامه بما قلت وحا أدمان تردن أخرين إيسي منذ اليوم ما تردن لوزانتهن وإلا إكان لها إذا مركا وإسلا إكان أيام ما تردن روتي صلاة صبح إلا برقدي بي فبدي رسولك وحير 4 كلمات بانكو هدلي 6 جير بانكري 4 كلمات كوحويان سبحان الله ألا نزهن عدد خلقه خلق جيس أنت إلا إيهيم بو نزهن الله سبحانه وتعالى خلق جيس يا قرنكرا مخلوقاتك طيب ويبدنيه سبحان الله الله نزها ربا نفسه نفسي سينتهي رالي كالنقطة بو الله نزهن يهي سبحان الله الله نزها زينة عرشه عرشه سمقيس نزهن يهي سبحان الله الله نزها مداد كلماته كلمات كيسة عدت كوضة انت لقيهم بو الله نزهن يهي أفرتا سنقوها الله بويري ما انتو قدمنا واحد أخرين يسي كلمات كان ويسلسي مني قفك مسلم كمركا كلمات كأنا حفظي ويا وما ننتي فجر كمركو تكدو كذب وكوها الله عصر كمركو تكدو هبينك مركا سيحان يسداد أورانك سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماته سبحانه وتعالى رواه أبو داود والترمذي حديث كأبو داود يترمذي بسوصاري هو حديث صحيح مركا طيب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رسولك وحو كورنا يا من أعرابي ورسولك أيمد كد منه رسولك صلى الله عليه وسلم أعرابي قبل الله الله قال رسول الله صلى الله عليه لعربي قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له رسولك أيمد وحوكي رسولك الله وحبر وإيش يقول الله سبحانه وتعالى وقوس ودجيه مركز وحوكيري قل وحاتر هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر لا إله وين كبيرا الحمد لله الله مهضل كثيرا إنبضا سبحان الله رب العالمين الله نزها عالمين تربي قوضا لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم سيدا به بويري عربي مركا رسولك وهدنا الله الله وحويري يا رسول الله فهؤلاء لربي فما لي الرمان أشكتي وإلهي بلغ أمانة يا ولغ حصياي هنجا محايس جنادي
أعرابك ويدب بدناين مركا رسول كينا صلى الله عليه وسلم وحكوية مركا قل وحا ترى هذا اللهم اغفر لي إله ذنبي جيدا وارحمني إن حريسه وهديني إله ويهانوني وعافيني الله ويعافي شهوات يشبهات يوحو دن يقعافي بدن كيجا يقلب جيجا وارزقني ربي يوم مركا إرزاق وحلال يقو إرزاق تاسوير إلهي مركا دمانتو مركا أدقنا دعيسو رسول كينا وحوت المامي خير الدنيا والآخرة خير الدنيا يمد آخرة فلما ولى الأعرابي أعرابي مركو جيستي قال النبي صلى الله عليه وسلم رسولك وحويري لقد ملأ يديه من الخير ولا نكا قعمه خير بك بحسدي انت هدوك هدلا ويري هدو لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا كدي من وكد عيسى اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ولا وحويري خير بضنب وأروس حديثك مسلم باصو صاري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسولك وحو كورن ايا انو يري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيت إبراهيم نبي الله إبراهيم بان لقلمي ليلة أسري بي هبينك إلا يدلمي نبي الله إبراهيم أنبياء ذو نبو لقلمي نبي الله إبراهيم نبو لقلمي وحوك لقلمي سمادة تضباط بوك لقلمي وصوده وي رسول كينا صلى الله عليه وسلم وحوك يري مرحبا بابن صالح والنبي صالح صوده ويري ويل كيجي مركا وناكسنايو يا نبيجي وناكسنايو صوده ويري فقال مركا أنا كدي بحكيري فرين بوصافري وحيري يا محمد محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ أمتك مني سلام أمد هذا وحيري إرقاسي سلام نبي الله إبراهيم بصوت ريا إلا وأبونا صلاة أن تكنين نبي الله إبراهيم وانكشقنا وتحياتك وانكشقنا مركا حجنين عملك يوسم أيبا سمينينا رضي الله عنه حولها لقورع يعيدها وصندي سيويان رسول كان صلى الله عليه وسلم ويلكيس إبراهيم مركو بحيه دا وحيري آبه إبان مركا كسمي بويري نبي الله إبراهيم مركا أمضو سلام سوقا سيي وحكيري وأخبرهم وحد وشيكتا أن الجنة جنة طيبة التربة عيد إذا مركا إني ونكسن تهي وطاهر تهي ويوزع فراني يبخور يوحانا ندوين ذا لقيه لين بجنة عيد إذا مركا لقى السمي عذبة الماء بيه ذنوي معينه جنة وأنها قيعان وضل بنان وقيده إينا كيال وأن غراسها وحا لقو بيرتا جنة لقو بيرانا يا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تاصلوا مركا قفكا دوني جنة مركا إنو بيرتو هبضي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تا حبضي جنة مركا قيده دي الله سبحانه وتعالى وصينيا مركا نبي الله إبراهيم عليه السلام فرين تاسو صوفري فرين تانا وإن أنقاذنا وإليه علمضو سببت عن مركا نبي الله إبراهيم وقصل لنه إلا أن مركا لنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بنرهنا وحليهن أنبياء الرسول كأن مركل لدى المية أوتجي قفك أمضى عن صو سلامي فرينت أوصل دروا نبي الله إبراهيم تقدرت يبان استجنا أوصل لنينا سدوك العلماء قارقود وحي رهذين نبي الله إبراهيم فرع عيسى أنبياء كبدنا ما دام أنبياء كبدنا ين دعائي أنبياء لو دعائي مد لم يدع بنبيجنا ودعائنا علماء قارقود سدا سير رهذين مركل جنود واسدا ويبنان تهيو إلهي هنجيو وحلو بيرينا مركا وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويان الترمذي بحديثك صوصاري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدوك لرسولك النوحو يري حديثك أبو موسى الأشعري بوريني رسولك أن أبو موسى وحكو يري ألا أدلك مكوت الماما بويري على كنز كنز مكوت الماما من كنوز الجنة أو جنة مركا قصنده هذا كمدة كنزي وميلها وحيابها غالية الغحرت ويا مدوني سامركا إن لقاسيو جنة كنزي فقلت وحان إربو يلي بلا يا رسول الله ها رسولك الله قال رسولك صلى الله عليه وسلم وحو يلي كنزي جنة وحو ويا
وحاتر هذا قل وحاتر هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكابضي قال سبحانه وتعالى كنزب مركا كسينيا وأضهلك كهليسا حديثك ومتفق عليه ولا ليال ذكر الله سبحانه وتعالى لحصه فوائد بن بوليه علماء قاركوت ويت المامين ابن القيم الجوزية شيخ لغم قعابه وحولي كتاب لغم قعابه الوابل الصيب ورافع الكلمة الطيب بوليه وكتاب كان بوكشر حي ذكر الله لحصه وحوكش يجي إن لقيه لي إلا بقول فائدة يحكى بنبوت المامين لكن إن شاء الله تعالى وحنسو قورنينا إلا وحقاري إلا سدح يتمن فائده لقيه لي فإذا وهر ذكر الله سبحانه وتعالى لقيه لي وحويان إنه يطرد الشيطان شيطانك مركة هرتفقيني الله سبحانه وتعالى مركة نحصه شيطان وكا عرري إنه يرضي الرحمن عز وجل ذكر الله سبحانه وتعالى إلهي برالي كان نقول مركة حصته إنه يزيل الهم والغم عن القلب سيدوك لقلب جنا مركت سارا يتيران يدا سارا يستريس كي يدبريشن كقفها ينا مركو الله سبحانه وتعالى حصه وحياها صدوي كتجيان وفائدة سدحات تن أفراد إنه يقوي القلب والبدن سيدوك ذكر جوحه حوجي قلب جاجا وحنقون يحسك الله هداد بديسو ميت أذكبه النقون يقلب جاجا إيمان كبار جعلان إسلام كبار جعلان طاعة إله بجعلان إيسا سيدوا كل بدن كهذا وقوة كان يا قفك إله حصا يقف كان الحسين هذا وقف لنتي يقف نول بيسويهن قوة الله لا تنشنات وحويان إنه ينور الوجه والقلب سيدوا كل ذكر الله سبحانه وتعالى وجهه نوريا قلبي أنا ونوريا ذكر الله سبحانه وتعالى فائدة لهذا الحادة اللي هي لوحة كم بذا إنه يجلب الرزق سيدوك لو حسو جيدا رزقه حسو جيدا الله سبحانه وتعالى قفك إن بدن حسا الله سبحانه وتعالى وحسين رزق واسعة ويرزقه من حيث لا يحتسب ماذا ميل آدم فيلين بومركا رزقه حسو قليا إنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة سيدوك لقفك إلهي حسا وحسين يا مهابو ضدك كهيبي سنية والحلاوة معان ضدك جعلانية ونورية وفايدة تضباط فايدة سيدة ذكرك لقيه ليو إنه يورث المحبة التي هي روح الإسلام ومدار السعادة والنجاة قفك وحوكو بيريا جعيلك الله سبحانه وتعالى يجعيلك رسولك حسك بضن سيدوك لنا ومدار السعادة ليبان توحل لقوه لويان يوم النجاة نارتنا لو قبت بادو التاسعة فإذا سقالات إنه يورث المراقبة حتى يدخل في باب الإحسان سيدوك لي قفك الله سبحانه وتعالى حسا مراقبه هليا وحيابه حنحون وضوث كإلى لنيا مركز الله حسا الله حسوسا وحو أركيا إنه الله سبحانه وتعالى أجيده ووصن كقرصونين معاسك دعماية مركا العاشرة إنه يورث الإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا وفق الله سبحانه وتعالى حسا وحنقون يقف إلهي مركز أصول نقضة إنه أواب ومركز سبحان الله ترى والحمد لله إلهي بات قلب قاقة كحريسا ذنبية ذو نوات كسو النقون مركز وحنقون من إلهي مركز أصول نقضة الحادي عشر إنه يورث القرب من الله سيدوك لوحى لقيه لا إن إلهي اللور دواذو الله سبحانه وتعالى مركز حسطو مركز وزسي دوان ذكره إلهي مركز بديسو قرآنك أذكارت وحكسو الله سبحانه وتعالى لو قدوان أيو وأذكارت الله سبحانه وتعالى بوكو دوين يا مركز الثاني عشر فإذا الله بيطمانات إنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المغفرة قفك الله سبحانه وتعالى حسا وحلوفر يا الباب آدي أدوين وذن بيض الله قدافو مركز ومركز قفك ذكر جيسا أوبضينا الله سبحانه وتعالى برشد إله أوبرتي باسي بضن الثالث عشر تنصدح يطبانات فإذا لقيه ليه إنه يورث الهيبة لربه وإجلاله سيدوك له قفك هيبة بافو ليس الله كهيبة سن الله وينين يا مركز الله سبحانه وتعالى أوحصه
قلبي جيسنا مركز الله سبحانه وتعالى يا كجرة فإذا سلقه لي مركا. الرابعة عشر تنأفر يتبانات إنه يورثه ذكر الله جل وعلا. قال تعالى اذكروني اذكركم سيدوك لقفك إلهي حسنا ذكر الله جل وعلا به لي. الله سبحانه وتعالى مركز حسنه استغنى إلهي وكو حسوسا طاعدي سمركات كو حسنه الله سبحانه وتعالى مغفر وقسين درجات بوكرك وقاضي عدو بوكا إلالين شيطان بوكا إلالين إبليس بوكا إلالين فهو إذا سودن ولا ليال وحلقه لا ذكر الله جل وعلا. إن شاء الله تعالى درسي إن عاونا إنتا سنكسو قبا قبينينا كتابك هل راتشدو وكتاب مفيد ويان واختيرنا وقرنا مين دونا أذكارتنا هل حفظيو. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.